أحدهم: الموت هناك فلا تذهب. فأسرع الخطى. سأله المحذر: لماذا تبيع حياتك بثمن بخس؟ فأجابه: الحياة هي الرسالة، والرسالة هي إراحة الآخرين وردع الخطر عنهم. فهاجمه الأول: كلامك معسول وفعلك ليس مثله. فهادنه الثاني بابتسامة مترفع: من آمن بعمل أتقنه، ومن علم حقوق الآخرين أداها. قال له: وما تلك الرسالة التي تدفعك لمواجهة مجهول أتانا بغتة فترك فينا الخوف، أغلق علينا أبواب منازلنا، سلب منا حرية ظنناها دائمة، أخذ منا عزيزا وغالي، ولا يزال خطره ممدود يسابقه العالم فيسبقه. فأجابه: رسالتي أن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهم، وأكتم سرهم، وأن أصون حياة الإنسان في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي. أنا الطبيب.